بسم الله الرحمن الرحيم نقرا بمعنى الفتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح الفضيلة ولأمتنا وأخوات المسلمين جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. عوض كريم مبارك الى نائبة الرحمن ويطوع علينا على مدى اعلام حروف العربية وقارن الاذاعات المصرية والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي اجمع. فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم العزب القارئ والفضيل غرد السبع بمحافظة الموفية ندعو له جميعا بالتوفيق والقبول ولي وله لحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.
وزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. في قلوبهم مرض
الله
وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فأضلون السبيل.
ربنا أكرم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للذين آمنوا فبرأه الله مما قالوا
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والمشركات والدور
وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلمنا به الموتى بل لله الأمر جميعا. استمعنا وإياكم إلى رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة وتلاها علينا علامة من أعلام جمهورية مصر العربية وقارب إذاعات المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي أجمع فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم العزب القارئ والمقيم ببرج السبع بمحافظة المنوفية وكان معكم بتوفيق من عند الله على احدث مقامات صوت عالميه ومدينه الانوار الكهربائيه وقصر منتصر الضيافه المتنقله المشهود لها بجمهورية مصر العربية مخازن وفراشة المتوكل على الله تحت اشراف الحاج عز الدين ابن عين واولاده المحل الاول بتلوانة. القراءة القادمة ويقفها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود حسن وسعيكم مشكور جميعا.